cinéastes, qu'ils soient africains ou non africains, qui participent au JCC. لوم شريط تونس إذا كان ما يكونش فيه أطراف أجنبية الترويج متاعه في فرنسا وفي قاعات غير القاعات العادية أقل من القاعات العادية ما 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 يترويش الفيلم التونسي لأن أنا شفنا أشرطة في السينما في في في, في الأيام السينمائية متاع كارتاج أنا أتوزع في فرنسا قبل ما يدخلوا لتونس. Par le biais de Netflix, par le biais d'Artify, etc., à des écrans virtuels. Que vont devenir nos distributeurs? Que vont devenir nos propres écrans ?